زي ما انتوا عارفين ان الساكورة الغلابة عمره ما طلب فوزعة من حد، وعلى طول بدخل تحديات جامدة جدا والحمد لله بكسبها، وغير كل ده بلعب رومات ضد اي حد عايز يلعبني. بس النهاردة اللي اتغير ان انا التليفون بتاعي شاشته بوظت، وجالي واحد كل شوية يتنمر عليا ويقول لي انت بتعرفش تلعب، انت باين من فيديوهاتك انت بتعرفش تلعب. وحاولت افهمه اكتر من مرة ان شاشتي بايظة، وهو مش مصدق وبيقول ان انا بتهرب منه. فجبت له واحد من كلان علي عمر وقلت له لعبه ولو كسبت هديك اللي انت عايزه، طالما هو جامد كده ويعرف يلعبني خلاص يلعب اللي من كلان علي عمر ونشوف هيعمل ايه بالظبط. وانا عند وعدي لو كسب هديله اللي هو عايزه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم فيديو جديد من قناة دوريتوس جيمينج. فيديو النهاردة رجل هيبقى فيديو جامد جدا، عشان فيديو النهاردة اول مرة نطلب فزعة من كلان علي عمر، والفيديو هيبقى جامد قوي وانتوا هتشوفوا هتتمزجوا من اللعب. وطبعا اللي طلبت منه الفزعة ده عنده قناة على التيك توك، فابقوا روحوا تابعوه، اسمها AO بيسو، وهو مصري اصلا بس هو في كلان علي عمر. ويعني بصوا عايزكم تتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره عشان تشوفوا العظمة والجمال واللعب والجمدان والروقان. واهم حاجه دلوقتي عايزكم تعملوها ان انتوا تحطوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان نوصل الفيديو ده 5000 لايك في نفس اليوم. ولو وصلتوها 5000 لايك انا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه، ان شاء الله هطلع لكم قلت في الفيديو. واحلى جيش غلابه بيتغابى في الدنيا وبيلعب في الغابه وبيثبت الكلام، واللي في ظهري دايما بحبكم بحبكم بحبكم، اقسم بالله بحبكم. خشوا بس ايه على الفيديو كده عشان ما اطولش عليكم، وشوفوا الروم واكتبوا لي رايكم في الكومنتات ونحبوا في بعض. طب انا بيسو عشان تدي الواد على عينه وتورينا الجمال وتورينا الحرفشه وتورينا اللعب وتورينا الجمدان والفجر والهشتكه. انا النهارده شغلتي هتبقى ايه؟ شغلتي هتبقى معلق يا زميلي، شغلتي هتبقى معلق يا زميلي. معلش بقى شويه معلقين، ساكورا الغلابه جه، ساكورا الغلابه جه، اديله بيسو عشان الواد عايز ياخد، الواد عايز ياخد. اديله بيسو، اديله فرق. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ الراوند ما كملتش 25 ثانيه. ايه يا باشا؟ اهو بقينا قدامي في المونتاج 25 ثانيه. يا جدعان الواد جامد، يا جدعان بيسو جامد، يا جدعان بيسو جامد. وغير كده كمان انا اخوه، انا قلت له ساكورا الغلابه بيتقل منه، يعني انت ادخل فانياس للولد، ادخل بهدل للولد، ادخل فرج لي على الولد الشارع. وهو اهو زي ما انتم شايفين من اول راوند فرج الولد، اداله واحده هيد ايه جمال، واحده هيد استاكوزي كده، عارف انت الهيد الاستاكوزي دي اللي هتمزجك كده تبقى قاعد كده تقول اه ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. بصوا معلقين انا برضه اه ما بعرفش اعلق ولا اي حاجه، بس اي مجال اخشه بديله على عينه، اي مجال بخشه بديله على عينه. بيسو بيتقدم، وبيسو ايه يا بيسو الوقفه دي يا بيسو؟ هتودينا في داهيه الله يخرب بيت، اجري يا بيسو اجري اجري. هتودينا في داهيه، الواد هيتشمت فينا، الواد هيتشمت. اهو والله اديله واحده هيد، بس اللعبه بتعلق عندي شويه، مش عارف ايه اللي حصل ده، بس عاش عاش. اديله واحده هيد، سيبه سيبه يهي الغلبان، سيبه يهي. لا لا ما حدش يجيب سيره الغلابه، غلابه من جيش غلابه، من جيش الغلابه غير غلبان عادي تفرق. اه تفرق، ده غلبان عادي مش من جيش الغلابه ده. يلا بيسو عشان ايه؟ الواد لسه عايز ياخد. استنى الولد اداله هيد، الولد يا نهار اسود، الولد اداله على عينه، الولد اداله على عينه. عاش عاش عاش، لعبها حلو، لعبها حلو. الفكره يا جدعان بقى هو اتجاب في الراوند اللي فاتت دي عشان كان واقف تحت والولد فوق، فالهيد سهله جدا، مش تطبيل. لا مش تطبيل، ده ايه ده؟ مش تطبيل ده عادي، يعني مش عشان هو صاحبي ولا حاجه، ولا عشان هو من كلان علي عمر، ولا عشان اي حاجه، ولا عشان بيصور معايا فيديو. لا 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 لا، مش كل الكلام ده. يلا يا بيسو، يلا بيسو عشان تديله على عينه، بيسو عشان مش هينفع كده. الواد طول معاك قوي، الواد طول قوي، عايزك تخلص الدنيا، عايزك تفاني يا سداني. يلا يلا، وفين الواد؟ فين الواد؟ عايزك تخلص بقى بيسو، عايزك تخلص بقى بيسو. فين الواد؟ الواد شغال يجري شبه الفرخه الدايخه. يا فرخه دايخه تعالي، تراحه فين؟ تراحه فين؟ اديله بقى كده ايه واحده هيد كده بقى ايه من الاستاكوزا، واحده هيد. ايوه اهي اهي الهيد الاستاكوزا، اهي يا جدعان، اهي الجمدان يا جدعان. الولد بيهيل طبعا، اخدها كلها حمرا في دماغه. جامد يا بيسو، جامد يا بيسو، رايق يا بيسو. بيسو بيوزع، بيسو بيهدي. بيسو ايه ده؟ ايه يا بيسو؟ ايه يا بيسو؟ ايه انا هزر ولا ايه؟ انت يا ابني هتهزر ولا ايه؟ النهار اسود يا بيسو، مش هينفع كده يا بيسو، مش هينفع. ركز معايا يا ابني، ركز معايا. ايه اكتر حاجه بتحبها في سياده الرعد؟ علي حته واحده يا ابني بتوديني في داهيه. طبعا كل الناس عارفه الموضوع ده، انتوا يعني انت شفتوا معلق قبل كده بيقول الكلام ده؟ شفتوا معلق اهبل قبل كده؟ انا اهو اهو انا موجود اهو، يعني معلق تلاقي، لعبه تلاقي يا باشا، فجر تلاقي، شحنه
بصوا انا بصوا انا بصوا انا جاي بندب اي حد، انا بندب اي حد. خلينا بس نركز في الروم دي عشان مش عارف مالي في ايه. يلا يلا بيسو، يلا بيسو عشان ايه؟ عشان عيب كده. 2-1 للواد، وشكل الواد هيبهدلنا. الواد شكله هيبهدل. ايه ده في ايه؟ انت عايز تلج ده ولا عايز ايه؟ يا اكيد اكيد بيتحرق عليه ما يلعبوش، عشان خايف منه، خايف منه يا جدعان. هو اداله ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل ده. بس يلا يلا يا بيسو بيحط التلج. يا ابني في ايه يا ابني؟ انت في ايه يا ابني؟ انت تعبان ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. هو ماله ده؟ مش فاهم انت بتعمل ده. بيضرب عليه يا جدعان؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ هو مش عايز يلعب باليوم بي متهيألي، مش عارف والله. يلا اديله يا بيسو. مش هو بيلا الواد رمى السلاح ولا انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ بس بيسو هيخلص، بيسو هيفانيوس، بيسو هيبهدل. اجري ورا. ايه ده يا ابني؟ انت عبيط ولا بيعمل ايه ده؟ هو بيعمل ايه ده؟ ده رعب ده ولا ايه ده؟ مش فاهم والله. ايه ده بيعمل ايه ده؟ ماشي ماشي ماشي. هو الواد خايف، الواد خايف، الواد خايف. شايف بيسو وجيش الغلابه وساكورا الغلابه، يعني اكيد هيخاف يعني يا جدعان، اكيد هيخاف ويترعب اكيد اكيد. بصوا هيبقى قاعد كده مش قادر، هيموت من الرعب، هيموت من الرعب. يلا يا بيسو، يلا يا بيسو، يلا يا بيسو. انا المره دي مش انا اللي بلعب، فايه همسكوا بقى ايه؟ اقول لكم تحطوا لايكات وتحطوا بتاع. حط لايك كده انت وهو يا تحط لايك يا عايزين نوصل ترند يا عايزين نخش الشراكه يا عشان نظبطكم يا. حط لايك وسبسكرايب وفعل الجرس، ما تخلكش غلبان بخيل كده. استغفر الله، ده انت مش تاخد ثانيه من ايدك. خلي بس نركز ايه في الروم. في الروم. يلا يا بيسو، يلا يا بيسو عشان توزع في دماغ الولا. عايزك توزع في دماغ الولا. هو متهيألي الواد مش عارف والله هو موت نفسه ليه، مش فاهم. يلا بينا، يلا بينا ايه؟ يلا يا بيسو اديله على دماغه، اديله بقى كده. ايوه ايوه هو ده الكلام وده الجمال. وارقص يا بيسو، اتهشت يا بيسو، خد حقك وخد راحتك يا بيسو. جامد جامد يا جدعان، والله العظيم جامده. بص يا جدعان، لما بيسو بيركز الروم ما بت... الراوند ما بتكملش 20 ثانيه، ما بتكملش 20 ثانيه. بس بقول لك ايه يا بيسو، يعني حاول تطول شويه كده بس عشان ايه؟ عشان دقائق الفيديو، عشان عايزين ناكلوا مام ناكلوا عيش، فزود دقائق الفيديو شويه يا بيسو. احنا فاهمين الكلام ده. انت مش بتنزل فيديوهات وعارف برضو؟ لا يعني خليك كده يعني كويس معايا عشان نبقوا كويسين مع بعض. يلا يا بيسو. طب انتوا شايفين السكوره يا جدعان، وشايفين الهبه، وشايفين العظمه، وشايفين الجمال، وشايفين انا هغني راب. وانا بصوا يا جدعان انا شكلي داخل في الراب يعني، الحمد لله طريقه كلامي راب، انا رابر اصلا. يلا يا عم. يلا يا عم، سكوره غلابه، سكوره غلابه براب. يا نهار اسود، تخيلوا كده يا جدعان نعمل له اغنيه ولا بتاع. استنى بس عشان الواد شكله اتحرفش. انت يا ابني تحط تلج مش بسرعه خالص، الواد اللي قدامك ده. يلا بينا بيسو، هي جايه هي. استنى الواد ضربه هيد. حلو حلو الواد بيلعب حلو. اديله يا بيسو. ايه ده فيه كله اصفر؟ ايه يا بيسو كله اصفر؟ ايه علاش ادي دي؟ ايه ده يا بيسو ده اصفر؟ يا بيسو 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 فوق، بيسو فوق فوق. عايزين نخلصوا الراوندات على خير. انت سمعت كلامي ولا ايه؟ سمعت كلامي ان انت تطول الفيديو ولا لا؟ احنا عايزين نخلصه. انا بهزر. اهم حاجه ناخدوا حقنا ونظبطوا الكلام ونظبطوا الاداء ونظبطوا الروقات. يا احلى بيسو في الدق، يا احلى كلان علي عمر. يلا بينا يلا بينا بيسو. ادي اهو اهو اضرب. حلو حلو حلو. اجري اجري، خلي بالك. ادي واحده هيد، ادي واحده هيد. حلوه حلوه. الثانيه بقى هيد بقى. ايوه بقى. عاش 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 عاش. جامد. ارقص وتهشتك يا بيسو، ارقص وتهشتك يا بيسو. جامد يا جدعان، جامد. فانيوس الولا في دماغه، اداله هيد الاستاكوزا. انتوا عارفين يعني ايه هيد الاستاكوزا؟ يعني كلها احمر، كلها استاكوزا كده، عارف حلوه شويه الاستاكوزا كده، فاهم انت؟ جميله كده. انا بقول ايه؟ ماشي. يلا بيسو عشان نظبطوا الكلام، وانا همسككم النهارده مش هحلكم الا غير ما تحطوا لايك. حط ياض انت هو لايك، حط لايك والسبسكرايب وفعل الجرس عشان نوصلوا ترند، نوصل جيش الغلابه يضرب نار، جيش الغلابه يأدي. احنا دلوقتي النتيجه 4-2 لبيسو الجامد جدا، بيسو اللي عامل لنا فزعه رايقه، اللي عامل لنا فزعه جامده، بيسو اللي بنجيبه في المواقف الصعبه، بيسو اللي بيتحرفش، بيسو الجامد الفاجر. يلا بينا يا بيسو. بص طبلت لك قد ايه؟ ادخل بقى في دماغ الولا، ادخل في دماغ الولا واديله على عينه، ادخل في دماغ الولا واديله على عينه. ادخل على ادخل ادخل يا بيسو يا بيسو ادخل. ماشي يا بيسو. في ايه يعني؟ انت سايبني قاعد بكسر في الشقه كده وانت واقف لي؟ وانت واقف لي ادخل على دماغه على طول. عارف لو خسرت يا بيسو؟ عارف لو خسرت بعد التكسير اللي انا قاعد بعمله ده؟ قاعد بكسر في الشقه بسببك. اتحمست يا جدعان، انا مجنون وعبيط اصلا، انا مجنون عندي حته تالفه. يلا الحمد لله. شفتوا ايه ده؟
يعني انا كسرت كل ده مش قادر كده مش قادر والله والله عايز انا ما انفع ولا معلق ولا يوتيوب ولا اصخ. الحمد لله كده الحمد لله على نعمه الثقه في النفس ان اخش في اي حق بواثق من نفسي قوي وانا بعبط اصلا ماشي. والله بقدر كده خليني اكسر البتاع المفتاح ده وارمي السماعه واعمل كل ده في الاخر ومات. ايه ده انت بتجري في مكانك ولا ايه انت بتعمل ايه انت بتعمل ده النت عندنا ولا النت عنده هو ولا ايه النت وحش ايوه يبقى هو ده السبب يبقى هو خسر الراوند دي عشان النت وحش عنده مش عشان هو مات لا 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 طبل شويه تزيد محبه طبل مش عارف ايه تزيد محبه واخد لي بالك انت يا جدعان الحياه كلها تطبيل يا جدعان الحياه كلها تطبيل لازم تطبل يا باشا عشان الدنيا تمشي يلا بيسو يلا ايه ده جامد قوي ده والله عاش اقسم بالله عاش جامده قوي انت اخدتنا كده ايه في خطوه بس جامده قوي يا جدعان اكتبوا لي رايكم في اللقطه دي يا جدعان جامده قوي قلت لكم لما بيسو بيركز في الروم ما بيقعدش الروم على بعضها ما بتقعدش 25 ثانيه بيدخل على طول يديله هيد وخلصت يا رايق يا جامد عاش 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 والله والله العظيم عاش جامد يا بيسو جامد يا بيسو يلا بيسو كده كام 5-3 فاضل 2 راوند والفزعه تتم على خير الفزعه تتم على خير ونفرح كلنا وجيش الجلابه يزقطط عشان بهدلنا الواد بهدلناه بعد ما اتنمر علينا بعد ما قالك ما بتعرفوش تلعبوا طلبنا فزعة ودي على الدماغ على طول يلا بيسو هي جايه والله العظيم هي جايه ايوه كده حلوه واحده هيد حلوه وواحده كمان بقى واحده بيلعب بتومسون حلو تومسون وشوتجن حلو قوي فتح عليه اديله في الهيد جامد ازاي ما ماتش اديله واحده كمان في يا جدعان جامد اقسم بالله جامد في جامد وفجر وقادر يعني جامد يخرب بيتك يا بيسو يخرب بيتك يا بيسو جامد والله العظيم جامد مش عارف اقول ايه والله العظيم جامد قوي عاش 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 اهدات يا جدعان تجيب صداع تجيب تخليك كده تقع كده من طولك فاهم وتجيب لك صداع كده تجيب لك صداع مش قادر يلا بيسو يلا بيسو الله يخرب بيتك يا بيسو يعني ما كنا جبنا معلق مودي بيعلق على ام الماتش ده كان لازم انا يعني هتلاقوني عبطت وهبلت وبهدلت الدنيا يلا بس نركزوا كده في ايه في الجيم عشان فاضل راوند واحده وبيسو يوزع وبيسو يد في الدماغ يلا يا بيسو راوند واحده وتجيب الفزعه والفزعه تبقى جامده جدا يلا يا بيسو تقدر تعملها من الوان شوت من الحمراء من كل الجمدان ايه ده جامد يا جدعان جامد انا لما اجيب بيسو في روم تعرفوا ان انا جايب واحد صح تعرفوا ان انا جايب واحد رايق وجامد جدا عاش 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 اقسم بالله عاش جامده قوي جامده بجد جامده قوي الروم ما بتكملش يا جدعان الروم ما بتكملش عاش عاش وبس كده يا جدعان وده كان فيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس ولو انت وصلت لحد هنا اكتب هاشتاج اخر 2:30 يا احلى ساكورا غلابه وانا هحب فيك في الكومنتات وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير السلام عليكم سلام. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my